طلبة وطالبات مدرسة دار المعارف، أهلا بيكم في آخر درس في الجغرافيا، مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي. آخر درس النهاردة يا شباب هو عوامل مظاهر سطح الأرض وعوامل تشكيلها. هنبدأ الأول بمظاهر سطح الأرض. مظاهر سطح الأرض اللي عندي الجبال، الهضاب، التلال، السهول والأودية. أوكي، أول حاجة هبدأ بيها هي الجبال. الجبل هو عبارة عن أرض مرتفعة عن سطح البحر، له قمة أو عدة قمم وشديد الانحدار، يعني أكثر من 1000 متر، الجوانب منحدرة وفي النهاية له قمة. أوكي، طبعا من أشهر الجبال اللي عندنا جبال الألب في أوروبا زي ما احنا شايفين كده على الخريطة، وجبال الهيمالايا في وسط آسيا، وجبال الإنديز في قارة أمريكا الجنوبية، وجبال البحر الأحمر في مصر. أوكي يا شباب، طيب تاني حاجة عندنا هي الهضاب. هي أرض مرتفعة عما يجاورها، الجوانب شديدة الانحدار، السطح مستوي أو شبه مستوي. طيب يعني كده الفرق ما بين الهضبة والجبل هو القمة بس، الجبل ليه قمة أما الهضبة سطحها مستوي أو شبه مستوي. طبعا ارتفاع الهضبة لازم يكون أكتر من 500 متر، لو أقل من 500 متر ما تبقاش هضبة. أشهرها طبعا هضبة إثيوبيا في أفريقيا آخر البحر الأحمر هنا كده بالظبط. أوكي، التلال أجزاء مرتفعة من الأرض تشبه الجبل، هي زي الجبل بالظبط، الفرق الوحيد إن الجبل أكتر من 1000 متر، لو أقل من 1000 متر يبقى تل. أوكي، أما السهول فهي عبارة عن أرض مستوية أو شبه مستوية. أوكي، ارتفاعها لا يزيد عن 500 متر، لأن أكتر من 500 متر هتبقى هضبة. أشهرها طبعا عندي سهول فيضية زي سهول نهر النيل في مصر والسودان، والسهول الساحلية اللي هي أي أرض مطلة على البحر أو محيط. وأخيرا الأودية، وهي عبارة عن أرض منخفضة وضيقة تحيط بها المرتفعات من الجانبين. يعني أي أرض منخفضة وبتحيط بها المرتفعات من الجانبين هتبقى على طول وادي، زي وادي نهر النيل في مصر. أوكي، أظن كده أنا عندي قلنا في أشكال سطح الأرض اتكلمنا عن المرتفعات والمنخفضات. عندي 3 مرتفعات أو 3 أشكال من المرتفعات، هي الجبال والهضاب والتلال، وثلاث او شكلين بس من المنخفضات هي السهول والاوديه. طبعا الارتفاع والانخفاض على بنقيسه على مستوى سطح البحر، يعني لما اقول ان الارض دي مرتفعه عن سطح البحر او منخفضه عن سطح البحر، فانا عندي مرتفعات جبال هضاب تلال ومنخفضات سهول واوديه. تاني حاجه عوامل تشكيل السطح، واحده واحده بقى كده ونركز مع بعض شويه. هقسم عوامل تشكيل السطح لعوامل باطنيه حصلت تحت الارض وعوامل خارجيه حصلت فوق الارض. العوامل الباطنية هقسمها لسريعة وبطيئة. سريعة يعني بتحصل في وقت قليل وبتؤدي إلى تغيير سريع في شكل سطح الأرض، وعوامل بطيئة أخذت آلاف السنين عشان تكون سطح الأرض. العوامل السريعة زي الزلازل، والعوامل البطيئة زي البراكين. عفوا، زي الزلازل والبراكين، والعوامل البطيئة زي الالتواءات والانكسارات. طيب، يعني إيه عامل سريع؟ الزلزال عبارة عن حركات بتحصل في بطن الأرض بتؤدي الى زحزحه طبقات الارض، دي هندرسها بتفصيل ان شاء الله في الفصل الدراسي الثاني. اوكي، الزلازل لما بتحصل بيحصل صدع او كسر في القشره الارضيه، بتنخفض اجزاء وتغمرها المياه فبيكون بحر، وترتفع اجزاء فبيكون جبل، زي بالظبط البحر الاحمر. البحر الاحمر ده ما كانش موجود من الاف السنين، اللي حصل ان حصل زلزال ادى الى حدوث كسر في القشره الارضيه، انخفضت اجزاء وغمرتها المياه فتكون البحر الاحمر، وارتفعت اجزاء واصبح الجبال البحر الاحمر. اوكي، اما البركان فهي عباره عن حركات او تحركات لمواد منصهره في بطن الارض بتخرج السطح عن طريق فتحه البركان. اوكي، بالنسبه لنا احنا في تشكيل سطح الارض، البراكين لما خرجت منها المواد المنصهره من بطن الارض لسطح الارض كونت لي جزر. يعني مثلا بركان انفجر في المحيط الهادي، اوكي، فخرجت المواد المنصهره من بطن الارض لسطح الارض فكونت لي جزر زي جزر هاواي. اوكي، او في افريقيا انفجر بركان فكون جبل زي جبل كينيا، وفي افريقيا برضو اتكونت هضبه اثيوبيا عن طريق برضو بركان خرج من بطن الارض، المواد المنصهره طلعت سطح الارض وبردت فتحولت لهضبه اللي هي هضبه اثيوبيا. وعندي برضو في اسيا هضبه اليمن برضو اتكون بفعل بركان. اما الحركات البطيئه فاللي هي الالتواءات والانكسارات، دي ادت الى تكون القارات والسلاسل الجبليه. التواءات وانكسارات هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في وقت لاحق. اوكي، اما العوامل الخارجيه فعندي التعريه المائيه والتعريه الهوائيه والتعريه الجليديه. كلمه تعريه، اوكي، يعني 3 كلمات: نحت، نقل، ارساب.
فلما أقول تعرية مائية يعني نحت الماء للصخور ونقل ما تم نحته وإرسابه، يعني ترميه بمعنى أصح في حتة تانية. أوكي، فالمية نحتت الصخور ونقلت نحتته ورسبته في حتة تانية، فكونت السهول الفرضية ودلتوات الأنهار. يعني مثلا سهول فرضية زي سهول نهر النيل مثلا في مصر، دي بسبب التعرية المائية. دلتا نهر النيل بسبب التعرية المائية. طيب زي ما المية بتنحت الرياح برضو أو الهواء بينحت عند التعرية الهوائية. أوكي، إحنا قلنا كلمة تعرية يعني نحت، نقل، إرساب. أوكي، فأنا عندي التعرية الهوائية إن الرياح تنحت الصخور وتنقل ما تم نحته وترسبه أو ترميه تكومه في مكان تاني، فكونت الكثبان والمنخفضات الرملية. أوكي، آخر حاجة عندي هي التعرية الجليدية، إن الجليد بيقوم بنفس العملية، بينحت وينقل ويرسب، فكونت البحيرات الجليدية. أوكي يا شباب، يبقى أنا كده عندي عوامل سطح الأرض باطنية وخارجية. الباطنية سريعة وبطيئة، السريعة زلازل وبراكين. الزلازل كونت بحار وجبال، اللي بينخفض بتغمره المية بيبقى بحر، واللي بيرتفع بيبقى جبل. البراكين كونت لي أشكال تضاريسية زي جزر هاواي في المحيط الهادي، وجبال كينيا في قارة أفريقيا، وهضبة إثيوبيا في قارة أفريقيا، وهضبة اليمن في آسيا. والحركات البطيئة زي الالتقاءات والانكسارات كونت لي سلاسل جبلية، وهي أساسا كونت القارات. العوامل الخارجية زي التعرية الهوائية كونت السهول الفيضية ودلتا النهر. التعرية الهوائية كونت لي كثبان رملية والمنخفضات الصحراوية، والتعرية الجليدية كونت لي البحيرات الجليدية. بكده بينتهي منهج الجغرافيا للفصل الدراسي الأول. طبعا تم الاستعانة بكتاب المدرسي وبوكلة مدرسة دار المعارف لإعداد هذا الفيديو. إن شاء الله إحنا كده خلاص خلصنا منهج الجغرافيا، وماشيين طبعا بالتوازي في منهج التاريخ. إن شاء الله نلتقي في المراجعات النهائية وحل الامتحانات. فإلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.